لاعبة مانشستر يونايتد طلق وتهديدات لرفض عودة ماسون جرينوود مرة تانية للمشاركة مع الفريق، ووصل الأمر إن وكلاء اللعيبة بدأ يطلبوا دعم من الأمن. يا ترى إيه القصة وليه وصل الأمر للتهديدات؟ جرينوود بعيد عن المشاركة مع فريق يونايتد من يناير 2022 بعد اتهامه بالاعتداء على صديقته، واتحبس لمدة شهر قبل ما يخرج بكفالة. وقتها ألغت شركة نايكي تعاقدها مع اللاعب، وتم إيقاف جرينوود ليستبعد من المشاركة مع الفريق. وبعد أكتر من سنة في فبراير 2023 تم إسقاط كل التهم الموجهة لجرينوود، وعلاقته تحسنت مع صديقته ورزق بمولود منها بعد الصلح اللي تم. ومن وقتها بيتدرب جرينوود لوحده، وبدأ التفكير في أولد ترافورد في عودة اللاعب من جديد بناء على رغبة إيريك تنهاج المدير الفني للفريق، في ظل اهتمام أندية أوروبية بضمه زي أتلانتا الإيطالي. ومع التهديدات المرسلة للعيبة، أصدر يونايتد بيان قال فيه إنه في المرحلة النهائية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل جرينوود، وطالب الكل بالتحلي بالصبر لحين دراسة الأمر بعناية، خاصة إن جرينوود موجود في النادي من سن 7 سنين، وحاليا هو أب جديد مع شركته. تفتكر مستقبل جرينوود مع يونايتد هيبقى إيه؟